أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف 11. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بشرحها ومناقشتها خلال الأسبوع الرابع. كونوا معي. وكما يظهر أمامكم أعزائي الطلاب، الفترة اليونانية والرومانية في الأردن. أولا اليونان، خضعت هنا بلاد الشام ومنها الأردن للحكم اليوناني بعد انتصار الإسكندر الأكبر المقدوني على الفرس وطردهم نهائيا من بلاد الشام باستثناء مملكة الأنباط. هنا يجب أن نعرف من هو الإسكندر الأكبر المقدوني. هو أحد أشهر ملوك اليونان، أسس أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ القديم، تتلمذ للفيلسوف اليوناني الشهير أرسطو، وقد توفي في أثناء غزواته ولم يبلغ 35 من عمره، وبموته انقسمت الإمبراطورية اليونانية بين قادته. أسس القائد دولة البلاطمة التي حكمت مصر وشمال إفريقيا، بينما سلوقس الدولة السلوقية التي حكمت بلاد الشام والعراق. هنا أيضا سنقرأ النص الذي يتبين أمامكم، وهو العلاقة بين الأنباط واليونان، حيث حاول اليونان استمالة الأنباط إلى جانبهم، إلى أن محاولتهم باءت بالفشل. أعد حملة عسكرية للانتقام من الأنباط فلم ينجح، وعاد أدراجه قانعا بما قدمه له الأنباط من هدايا، وقد استغل الأنباط ذلك الصراع بين البطالمة والسلوقيين، فتوسعوا غربا إلى غزة وجنوبا إلى العقبة، سيطروا على الطرق التجارية المتجهة إلى مصر التي كانت تحت حكم البطالمة. هنا كما يظهر أمامكم سنعرف مظاهر الحضارة اليونانية في بلاد الشام بشكل عام والأردن بشكل خاص. فن العمارة، هذا الفن برع اليونانيون في فن البناء والرسم والنحت، أقاموا الهياكل الفخمة، جددوا بناء بعض المدن وطبعوها بالطابع اليوناني، وطبعا مثل مدينة ربت عمون التي أطلق عليها المؤرخون بعد ذلك فيلادلفيا، بنوا فيها قصر عراق الأمير، قصر العبد، وكذلك مدينة أم قيس جدارة ومدينة جراسة وطبقة فحل. اللغة، طبعا نشر اليونان لغتهم وثقافتهم وتقاليدهم في بلاد الشام ومنها الأردن. الديانة، كان هناك الإله زيوس الذي يرمز له بقرص الشمس، فقد نحت في المثلث الموجود على وجه الخزانة في مدينة البتراء. العملة، طبعا هي العملة النبطية، ظهرت هناك قطع نقدية مسكوكة على الطراز اليوناني. سنتطرق أيضا إلى الرومان. أصبحت الأردن تحت حكم الرومان عندما تمكن القائد الروماني بومبي من السيطرة على بلاد الشام جميعها. الرومان لم يحكموا السيطرة على الأردن إلا بعد زوال حكم الأنباط. أهم الأعمال التي قام بها الرومان في الأردن، بالطبع هناك كل يعني حضارة أو كل حكم يترك أثراً، فأعادوا تعمير المدن اليونانية القديمة التي دمرتها الحروب. هنا وضع بومبي أسساً لحلف عسكري واقتصادي لحماية الإمبراطورية الرومانية، وأعاد إحياء المدن اليونانية باسم حلفها، وهنا تعني اتحاد المدن اليونانية العشر، وهي تسمية إغريقية أطلقت على المدن الواقعة في جنوب سوريا وشمال الأردن وشمال فلسطين. عزيزي الطالب، هذا هو عرض بسيط فيه إيضاح لما سنقوم بدراسته وعرضه خلال الأسبوع الرابع من هذا الفصل.
أرجو أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.